لو الحكاية فيها إن فيتو هقول له إنك أنت أمتعتنا ونورتنا، نورت عقولنا ونورت وجداننا وأرسيت قيم رائعة في المجتمع المصري مع الشرفاء أمثالك من المدعيين، وإن إحنا بنحتفل لما بنحتفل بعمل جديد لك كمبدع رائع وعالمي إحنا بنحتفل بنفسنا. يعني زي ما كنت بقول إنه أنا عمري ما هنسى فرحتي وأنا في باريس لما صدرت رواية أزيني بركات، ولما اتكلمت عنه الصحف الكبيرة جدا منها لوموند كانت عاملة عنوان كده أن أورويل أرابي، يعني أورويل العربي. فدي حاجة بتخليك يعني على قد مثلا الحزن والقهر لما بنحس ان حد بيعمل حاجة سيئة وبينسب لمصر او للعرب او للإسلام، لازم نحس بفخر ونحس ان احنا يعني في منتهى في قمة السعادة لما يبقى فيه قلم ووجدان وقلب وفكر بيوصل للناس الوجه الحقيقي لمصر. ده مهم جدا، وهو جمال الغطاني اكتر حد ممكن تقرأ مصر من خلاله. يعني لما تقرأ هو تبقى قريت مصر كلها وكل مراحلها التاريخية، كل ده بيتجسد في إبداعاتي. فأنا سعيدة جدا وبقول له النهاردة ربنا يخليك لينا، وإن شاء الله يعني تمتعنا وتبدع أكثر فأكثر، لأن إحنا مش هنشبع من إبداعك ومش المفروض إن إحنا نشبع، وكل سنة هو طيب إن شاء الله. شكرا.